بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل لكم سلسلة عن الايزوليشن اندنسي، وطبعا هنركز على الرابر دام لان هي اللي يعني تحتاج شغل كتير، اما الاذر ميثودز اوف ايزوليشن بيبقوا سهلين قوي. فور اوبتيمم اوبريتيف بروسيدور وي شود ايزوليت ذا فيلد اجينست موشر، عشان نعمل يعني شغل مظبوط قوي في طب الاسنان لازم نعزل المكان اللي احنا بنشتغل فيه عن السلايفا. طيب الكومباريتيف ايفورتس اوف دينتست اند اسيستنت اند ذا بيشنت ار نيدد فور بروبر موشن كنترول اند جود اكسسبيليتي اند فيزيبيليتي از ويل از ادكويت روم فور انسترومنتيشن اراوند ذا وركينج اريا. يعني الحكايه دي عشان نعمل شغل كويس لازم بيحتاج تعاون فيما بين الدنتست والاسيستنت اللي معاه والمريض نفسه، عشان يدينا ايه مجال جاف بعيد عن السلايفا وعن اللسان وعن الشيك والمشاكل اللي ممكن تحصل. فبيحتاج تعاون بين الثلاثه دول، المريض الأربعة كمان، المريض والدينتست والأسيستنت، يبقوا ثلاثة دول. طيب isolating the working area include isolation from moisture like saliva or blood أو gingival crevicular fluid and isolation from the soft tissue like lips, tongue and cheek and gingival. طيب طرق الايزوليشن في عندنا دايركت وفي عندنا اندايركت. الدايركت بتشتمل اهمهم اللي هي الرابر دام، ودي هنفرد لها يعني كمان فيديوهين او ثلاثه، وعندنا الكوتر رول اند سيلولوز ويفر، دول يعني اسهل طرق ما بيحتاجوش يعني شغل كتير، وعندنا السلايفا اجكتور والافاكيويتور سيستم، عندنا جينجيفال ريتراكشن ريكورد، وعندنا الماوث جاج. دول الماوث جاج دول اللي بيركبهم بنحط عندهم سيبريشن للاسنان عشان الاطفال ما يعضوش عليك، فدول برضو طرق من طرق الايزوليشن الماوث بروبس. الاندايركت ميثود ان انا لازم اريح المريض واخليه مرتخي، اديله شويه سايكولوجيكال اشورنس واشرح له الشغل اللي هنعمله واطمنه، وممكن اوصف له بعض الادويه زي الانتيسيلوجوج، الحاجات اللي هي يعني تنشف ريقه بالبلدي كده، الحاجات اللي تنشف الريق الانتيسيلوجوجز، وانتي انكزيتي اللي هي الحاجات اللي يعني مهدئات يعني، والمصر ريلاكسنت، وطبعا اللوكال انستيزيا ادي له افكتيف لوكال انستيزيا تبقى سكسسفول لوكال انستيزيا. طيب ايه هي بقى، قلنا همهم على الاطلاق اللي هي الرابر دام، وهي اللي محتاجه شغل مننا كتير. طب تعريف الرابر دام ايه هو؟ ديز افلاثين شيت اهوت، فلانس شيت ده، اوف لاتكس او نون لاتكس، يعني هو بيبقى من لاتكس او نون لاتكس مش رابر يعني. ذات از هيلد باي كلامب، بيبقى ممسوك بكلامبس اند فريم، والفريم اهو اللي هو تحت الاطار المعدني ده او اذا كان بلاستيك، which is perforated. الثنشيت ده بيبقى perforated، فيه فتحه على قد، اذا كنا هشتغل على سنجل توث يبقى على سنجل توث بس، اذا كنت هشتغل على مالتيبل توث يبقى بنعمل مالتيبل ايزوليشن، بنعمل كذا فتحه قصاد كل سن اللي هنعملهم ازش يعني لسن او لاسنان تو بروترود ثرو ذا برفوريشن، السن دي او السنان اللي هنعملهم ازش بيبقوا معديين من ال thin sheet ده. why all other teeth are covered، بينما ايه كل الاسنان اللي احنا مش هنشتغل عليهم او مش محتاجينهم بيبقوا covered بال thin sheets ده and protected by sheets، يعني الاسنان اللي هي مش هنشتغل عليها بتبقى ايه محميه بالشيت ده. it is one of the most effective methods for tooth isolation. ديفلوبت طبعا الراجل اللي اخترعها او اللي قدمها لطب الاسنان اسمه برنوم في سنه 1864.
طيب ايه هما بقى الجولز اوف ايزوليشن؟ الاي بي سي ديز اوف رابر دام الفابيتيكال، يا الف ب س د للرابر دام. كل يعني جول بيبتدي بحرف من اللي هو الاي، والتاني بيبتدي بالبي، والتالت السي، والرابع الدي، اللي هو اديكوت اكسس اند فيزيبيليتي ان ذا اوبريتنج فيلد، مينتيننج ماوس اوبننج اند بريسنج اند ريتراكتنج جينجيفال تيشو تانج ليب اند شيك. ادي اول واحده، أدي يعني يديك ايه مجال واضح ومرئي كويس، يعني نمره اتنين بيتر بيجن بروتكشن، هو يعني هو سد غالق بيحمي التانك والتشيك واللب من الاوبريشن، من العمليات، لان دي هتبقى السنه بارزه من الشيت هنا، بينما بقيه الاسنان اللي باقيه والتانج والتشيك تحت الايه الامبريلا دي، تحت الشيت العازل ده. يبقى بيتر بيشنت بروتكشن اند مانجمنت بريفنتنج اسبريشن. طبعا لما بكون بشتغل والسنه طالعه وفيها شيت تحتها فيها عازل هنا، لو اي انسترومنت شغال بقى زي مثلا الفايل او الريمر فلت وطلع من ايدي، مش هيخش المريض من اللي هيبلعه ولا هيستنشقه ويعمل لي مشاكل، هيبقى الدم ده حاجزه فوق. يبقى بيمنع لي ايه الاسبريشن اوف سمول انسترومنتس اند ريستوراتيف ديبرز، والبرد بقى بتاع الكيرز والسنان والحاجات دي المريض ما يستنشقهاش او ما يبلعهاش. ده بيتر بيشنت بروتكشن. بتعمل لي طبعا كنترول للمويشر ان ذا اوبريتنج فيلد، بدل ما هي عازل هنا وبشتغل على السنه فوقها، يبقى اي سلايفا مش هتيجي من الاورال كافيتي على الكافيتي اللي انا عامله، او اذا كنت بعمل اندو خاصه في اندو ما اعملش بقى كروس انفكشن سو اون. طيب هي بتعمل لنا ايه؟ اكسكلودنج بتعزل لي السيركلر فلويدز والسلايفا والجينجفال بليدنج. طبعا بتقلل الاوبريتنج تايم، بتقلل لي وقت الشغل لما اكون عامل عازل، بخلص بسرعه الشغل. هي بتحتاج اقل من 3 دقائق، يعني لما الواحد يبقى ويل تريند هيركبها في 3 دقائق او اقل كمان، يعني تو انسيرت. وبالتالي بعد كده ايه بيبقى الفيلد فيزبل واكسسبل، ومفيش اي سلايفا ولا كلام من ده، فبخلص بسرعه الشغل بتاعي. طيب الرابر دام should achieve goals of isolation. فبالتالي احنا نشوف بقى ايه، يعني لو هي ما وفتش الجولز اوف ايزوليشن هتبقى كونز، تبقى دروباكس. لو وفت تبقى بروس اللي هي ادفانس. يبقى هي بتديني دراي اند كلين اوبريتنج فيلد از ات كنترول مويستر. ات امبروف اكسسبيلتي اند فيزيبيلتي، لما السنان تبقى لي واضحه كده ومحدده وفي باك جراوند الضد يظهر ضده، يبقى الواحد عينيه مش هتوجعه ويخلص بسرعه. يبقى دي امبروف اكسسبيلتي اند فيزيبيلتي. بتدينا امبروفمنت للدنتال ماتيريال بروبرتس. طبعا بدل ما في سلايفا هتيجي هيبقى فيه جود ايزوليشن والمويشر از كنترولد، وده بيأثر لي على البوندنج للانامل والدنتين. لازم الفيلد يبقى فري فروم اي مويشر او بلاد اند سو اون. فبالتالي الفيزيكال والميكانيكال بروبس هتبقى امبروفد، ما تبقاش ديتريوريتد بالموسر كونتامينيشن او البلاد. بروتكشن تو ذا بيشنت، بتعمل ريتراكشن للليب، هي بتبقى حاميه لي اللبس والتشيك والتنج معزولين خالص. طبعا الاوبريتور بتاخده برضه، تعمل لي بروتكشن للاوبريتور ما يحصلش كروس انفكشن، المريض ما يطلعش ايه بكتيريا من السلايفا تطرطش على عينيه او تخش الانف بتاعه ويدينا كروس انفكشن. بتزود لي الاوبريتور افشنسي، بدل في عزل وجريت بتاع ده فيزيبيليتي اند اكسبيليتي، الاوبريتور هيبقى يشتغل وذاوت سترينز، من غير ما يبقى مجهد، فينتج كويس. الدروباكس هي تايم كونسيومنج، بس يعني للانتريند الواحد لما يبقاش مدرب كويس هياخد وقت. على ما هقول لكم بعد كده الشرح بقى ان انا ازاي اركبها في اقل من 3 دقائق كمان، فده عيب ممكن التغلب عليه اللي هو التايم كونسوم. كوميونيكيشن وذ ذا بيشنت كان بي ديفيكلت. طب ما خير وبركه ان انا مش المريض الرغاي مش هيعطلني، هيبقى بقه مفتوح، فده عيب. بس ايه يعني احنا بنحب العيب ده. انكوركت يوز مي دامج بورسلين كراونز اند كوركت اند كراون مارجنز تروماتايز جينجيفال تيشو. لو استعملتها بطريقه خطا
وعلى بورسلين كراون ممكن يحصل له ايه فراكشر او الكراون مارجنز او يعمل تروما للجنجيفال تيشو. ديفيكالتي ان تيكينج راديوجراف خاصه لما يبقى ايه ده يعني ده بنتغلب عليه لو كان الايه الفريم ورك بتاع اللي بنعلق عليه بتاع ده ميتال، فممكن نستعمل فريم ورك نون ميتال بلاستيك. السكيور كلام ماي بي سوالود اند اسبريتد، لو ما ركبتش الكلام بالطريقه الصح وبقى سكيورد وعامل وهو سفيشنتلي supported by the tooth ممكن يحصل له swallowing او aspiration، اهو دي حالات recorded هنا. المريض يعني يستنشق ويخش مرة التنفس او يبلعه، دي من العيوب بتاعته. بس طبعا دي لها يعني برضو ايه طرق لتجنبها، ان يبقى بختبر السبورت بتاع الكلامب على التوث، وبكون بربط هنا بيها في perforations في الكلام بربطها ب الفلوس سلك واطلع الربط الخيط ده بره، بحيث لو هو بقى انسبورتد قبل ما يبلعه اكون انا ايه سحبه من 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 زور المريض. الكونتر انديكيشنز في الرابر دام، في سب كونديشن مي بريكلود اتس يوز، يعني في بعض الموانع اللي ما بتخليش استعملها زي ايه؟ سم ويزدم مولرز، الوزدم بيبقى لسه اهوت ما فيش كلينيكال كراون تو سبورت الايه الرابر دام، خلاص ما استعملوش فيه، اعمل له سبورت يعني ادخل الكلام على السنه الاماميه ليه. اكستريملي مالبوز توس زي ديت سنه مالبوز وبرده ما اعرفش اركب الرابر دام عليه. تيث ذات هاف نوت رابتد سفيشنت اللي هي سبمرج التيث، شايفين مولر ده سبمرج ده ما اقدرش اركب عليه الريتينر. الازماتيك بيشنت، المريض عنده ازمه او الماوث بريثر، والمريض اللي عنده الالرجي لللاتكس، بس دي ممكن اتغلب عليها استعمل نون لاتكس شيت. فور سايكولوجيكال ريزونز، مرضى يعني هيحس بالكتمه يقول لك مش عايز اسد بقي انت هتموتني كده. وطبعا السم ماوث بريثر، بس ماوث بريثر ممكن نعمل فتحه يتنفس من الفم بعيده عن الفيلد اللي احنا هنشتغل فيه. سيفير جينجيفال ديزيز بيشنت ويز فيكسد اورثودونتيك ابلاينس، برضه دولت كونتر انديكيشنز. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وده رابط القناه بتاعتي، خشوا على القناه اشتركوا واعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير بقى في التكمله بتاعت الرابر دام.